لالا سهام ولا لالا سلطانة، مرحبا بنا عندكم. مرحبا بكم، مرحبا بقناة ريمال عنا، مرحبا بكم بالمتابعين ديالكم بالتيم ديالكم. واش سلطانة ولا سهام؟ انا سهام، اسم ديالي سهام، قيد في لاكارت ناسيونال سهام، مدبوح عليا سهام، ولكن اللقب ديالي سلطانة على اسم الابنة ديالي، بنتي سميتها سلطانة والبراند ديالي سميتها سلطانة. لالا سهام، انت من الرباط؟ انا يا الاصل ديالي شلحه، ولكن تزاديت خلوق وزياده وتربيه في الرباط. الام ديالي رباطيه حره والاب ديالي شلح، وانا تندعي على الاصل ديال الوالد ديالي، ولي الاعتزاز والفخر انني نكون شلحه. انت راكي دابا انستالي في مراكش، كيفاش جات الفكره ديال الفاشن وكيفاش جات الفكره ديال الكوزميتيك؟ الوغ بالنسبه للفاشن ويعني للديزاين، الفاشن ديزاين جات غير صدفه من طرف المحيط ديالي والسيدات اللي يعني صديقات ديالي، كانوا ديما تيشوفوا الازياء ديالي فاش تكون شي مناسبه، شي خرجه، شي غدا، شي سهره. كنت الاغلبيه انا تلبس من التصاميم ديالي، بحال الفستان اللي لابسه انا اليوم من التصميم ديالي، يعني كانوا تينال الاعجاب ديالهم. وواحد رمضان جا ووقفوا عليا، قال لك والو هذا رمضان بغينا نلبسوا جلابات ديالك. فعلا درت واحد لا كابسول ديال 20 جلابه، ودرت واحد الامسيه عندي هنايا في البيت، وداك 20 جلابه خرجوا وتباعوا ولقاو واحد الصيت زوين، ومن موراها من تماك بديت بشويه بشويه حتى وليت يعني تنبيع التصاميم ديالي عبر وسائل التواصل، والحمد لله لي توني ديالي راني تنصيفطهم عبر العالم وفي جميع مدن المغرب. لي توني السلطانه تيوصلوا عندك حتى للدار، تيدقوا عليك وتيعطيوها لك في يديك. تتبيع عبر المواقع التواصل الاجتماعي، عندك متابعين بزاف؟ عندي متابعين، ماشي بزاف وماشي شويه، متابعين على قدي اللي كافيني. انا ماشي من النوع اللي تنقلب يعني على ان عدد المشاهده تكون كثيره ولا عدد المتابعه تكون كثيره. انا المهم عندي ان المتابع ديالي يكون باغيني، يكون يعني مقتنع بيا، يكون مقتنع بداكشي اللي تندير، هذا هو اهم شيء عندي. انا من النوع اللي يعني اي حد صيفط لي شي ميساج ما زوينش ولا قال شي كلمه ما عجبتنيش تنبلوكيه، يعني ما عنديش انا مشكل ان عدد المتابعه ولا المشاهده ولا الناس يكونوا كثر، بقدر ما عندي يعني الاهميه في ان المتابعين ديالي يكونوا في المستوى ويكونوا يعني محبين ديالي، على انهم يكونوا متابعيني غير باش يعني ينتقدوني ولا باش يسبوا ولا باش يعايروا. حيت راكي عارفه في السوشيال ميديا دائما تلقاو بعض لي كومونتير اللي ما تيكونوش زوينين، وانا من الناس اللي ما تنتقبلش هذوك لي كومونتير. يعني اول شيء حد اللي تنشوف قال كلمه هكا بسيطه في حقي اللي ما عجبتنيش تنبلوكيه. باش ملي كنهضروا على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطانه عانت لمده سنتين من هجوم شرس من حساب سميتو حمزه مونبيبي، وشحال عانت في سلطانه وهي كتواجه هذا الحرب الضروس. هذاك الحساب اللي تنسميه انا حساب الخبث والخبائث، اللي يعني بدا هذه سنتين وبدا يعني بي انا، للاسف بي انا الاولى باش بدا واستمر لحد الان معايا انايا. يعني واخا تيهضر على ناس اخرين، انايا دائما تنبقى انا البطله ديال داك، يعني البطله اللي تكتب عليها وتتحط عليها وتتشهر بها في داك الحساب. اش غادي نقول لك، الاول سيتي ان شاك بوغ موا، سيتي شي حاجه اللي حين تدخلوا من حسابي انايا، يعني دخلوا من تهكير حساباتي في الاول. ولكن انايا من نهار الثاني عرفت ان هذاك الحساب
من نهار الثاني فاش طرا داكشي عرفت شكون اللي وراء الحساب وشكون اللي قائم بداك الحساب وشكون الممول الرسمي لذاك الحساب، وعرفت علاش تحل الحساب. علاش تحل الحساب؟ تحل الحساب لإبادة السلطانة، تحل الحساب للتشهير بسلطانة، تحل الحساب باش السلطانة ما تبقاش ليها وجود، سلطانة ما يكونش عندها يعني واحد المحبين، ما يكونش عندها واحد الجمهور، ما يكونش عندها واحد الناس اللي تيبغيوها. تحل هذاك الحساب باش تحيد السلطانة من السوشيال ميديا، حيت قبل ما يتحل الحساب طلبوا مني انني نخرج من السوشيال ميديا، والا يعني يقوموا بالتشويه ديالي. انا رفضت الطلب ديالهم وداروا داكشي اللي بغاو. فاش زحمتهم سلطانه؟ زحمتهم سلطانه ما عرفتش، سوليهم هما. انا يا يعني انسانه عاديه، ماناش فنانه، ماناش مغنيه، ماناش يعني ممثله، انا انسانه عاديه. بديت بالفاشن، بديت الحمد لله تنتشهر، تنتعرف، الناس تيبغيوني، هادشي يمكن ضرهم وقهرهم. وانت عارفه ان قال لك خوك في الحرفه عدوك، يعني الشخص اللي كان وراء الحساب هو من نفس الدومين ديالي، من نفس يعني هادشي ديال فاشن ديزاينر وديال الازياء. ان اللي كيروج على مواقع التواصل الاجتماعي واللي يعني القضيه ولات قضيه راي عام، وفي الاسماء حتى هي ولات اسماء اللي كيتداولها الراي العام، دونك اللي تيروج هو ان المشكل كان هو ملاحظتك التقنية على واحد الكسوة اللي كانت لابسها دنيا باطمة في شي حفلة، وأن الصديقة ديالها الصدوقة اللي هي تتبيع حتى هي الحوايج التقليدية والعباية، زعما بحال بغات تدافع عليها وتقول لك أنتي ما تعرفيش زعما الفاشن، علاش تنتقدي فستان دنيا باطمة؟ اوكي الوغ باش نعقب على هاد الملاحظة ديالك ولا السؤال ديالك، أن الحساب ما تحلش على بسبب الفستان ديال الفنانة، لا، الحساب تحل يعني بحل واحد ريغلومون دو كونت، واحد الانتقام من السيدة الصديقة ديال الفنانة اللي عندها واحد الغل، واحد البغض في قلبها اللي يمكن اثر عليها لواحد الدرجه انه ولات بحال شي مسطيه. باش انا بالنسبه ليا انها ما غير سويه عقليا باش الواحد يوصل لهذه الدرجه في الحقد، انه يبغي يدمر عائله ويبغي يشوه شخص يعني يشهر بشخص بهذه الطريقه الدنيئه ديال انهم يحلوا حساب باش يحيدوا واحد السيده من الطريق ديالهم ولا من الساحة ديالهم ولا من المجال ديالهم. ولكن يعني بحال اللي قلتي تينفخوا في الهواء، يعني كاع هادشي اللي درتو ها نتوما درتو ها نتوما شهرتو ها نتوما شوهتو، لاش وصلتو؟ وصلتو لان المشاكل اللي سبعاتكم وقضايا يعني اللي نتوما طايحين فيها دابا وجا ما خرجكم منها، وصلتوا على انكم هاربين من بلادكم، على انكم عائلاتكم مجريين عليكم، على انكم خايفين تدخلوا لبلادكم، وصلتوا لمستوى انكم ما تقدروش تحطوا رجليكم في بلادكم، ما تحطوش رجليكم واخا في الاعياد واخا في المناسبات واخا في الاقراح ولا المسرات، ما يمكنش تجيو حين تعرفي راسكم شنو دايرين. يعني هاد المعانده وهاد الغل وهاد الريغلومون دو كونط ضرهم هما قبل ما يضرني انايا. ولكن اللي زعما اللي يثير الانتباه بزاف هو ان نقولوا كاين المنافسه في مجال واحد اللي نتوما تتشاركوا اللي هو المجال ديال الموضه والجمال، ولكن توصل درجة أن مثلا تاخذوا لك لي فوكال ديالك، المحادثات الخاصة ديالك، والأكثر أنه يسميوا الحساب على واحد الاسم وخذوه من فوكال ديالك، تيقولوا لا واه كتقول حمزة مون بيبي في فوكال ولا هذا، يعني هذا تدمير ديال الأسرة. وأنت عندك ثلاثة ديال الوليدات، فيهم جوج ديال الوليدات تبارك الله وبنيتها وراجل، هذا الشيء ما درجته من الصحة وما درجة تأثيره على الأسرة ديالك؟ شوفي لهادشي كله اللي قلتي دابا كله تمويه، وكله حاولوا ما امكن انهم يعني يجبدوا اي حاجه عندي
وتيلصقوها تيحيدوا داكشي اللي بغاو تيمسحوا داكشي اللي بغاو تيخليوا داكشي اللي بغاو تيلصقوا شي مع شي باش تكمل عندهم لا لا يعني لا لا داكشي اللي باغيين يوصلوا الحقاره ديالهم وداكشي اللي باغيين يوصلوا. كاينين بزاف ديال الفويسات اللي تيتقطعوا من الاول وتيتقطعوا من الاخر وتتلصق شي مع شي باش يكمل وتكون ان الفويس كيف ما بغاو هما. يعني الفويس اللي فيه مون بيبي كاين ماشي فويس، هذاك فيه سي فيديو اللي دارت سناب اللي انا بعته للاخ ديالي اللي وصل من فرنسا وكان ناعس وما تنطقاتش اسم حمزه نهائيا في داك لا 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 يعني في سناب تنطقات سميت يعني قلت بيبي يلا بيبي نعس وفيق ودوز تغدى دوز نعس وفيق وعيط ليا هادشي اللي قلت وهذيك دوز تغدى انا ما تحطاتش في الفيديو داكور. واخا لي فويس اللي كانوا ما بينك وما بين صحاباتك وصحابك هادوك كانوا في جروب ديال واتساب اللي واحد السيده اللي كانت صديقه ديال الام ديال عين عين كانت معانا في الجروب وساكته وما قايلاش يمكن هذا سكوب اللي غادي نقوله لكم. الاسم ديالها بقى عقلها خديجه. هزات هذوك لي فويس كلهم وكانت ساكته هي ما قايلاش لنا انها الاخت الصديقه الصدوق ديال الام ديال عين عين وتتهز لي فويس كلهم اللي تقالوا في داك الجروبات مع اننا حنا كنا 8 ولا 10 الناس في داك الجروب تحطوا غير الفويسات ديالي انا وتحطوا غير داكشي اللي باغين هما يهزوا ما تحطش داكشي الاخر وكل واحد حر في الواتساب ديالو يقول اللي بغى. كل واحد اللي جينا نقلبوا التليفونات ديال الناس شنو غادي يلقاو فيهم يعني كلنا تنمموا كنا تنهضروا كنا تنقولوا كنا كايناش شي وحده فينا اللي ما تتكونش تتهضر ولا تتقول ولا تنتقد ولا تتعيب ولا تتبر عادي هادشي. يعني استمر الحسابات الضيقة والانتقامات استمرت من سلطانة لمريم سعيد لسعيدة شرف لدرجة أنه بغاو يورطوا سلطانة مع هدى سعد. بغاو يورطوني مع هدى سعد في الفويسات الأخيرين اللي تهزوا من الحساب ديال يوسف أوزيلال فاش تهكر ليه ومعروف شكون اللي رد ليه الحساب هو الشخص دابا اللي معتقل واللي كل شيء عليه أصابع الاتهام أنه هو مول الحساب حمزة مون بيبي. هذوك الفويسات تهزوا من الحساب ديال يوسف أوزيلال حيت هو اللي رد هذاك الشخص اللي معتقل دابا هو اللي رد ليوسف أوزيلال الحساب ديالو داكوغ. الفويسات تهزوا بيني وبين يوسف حنا ما كناش تنهضروا على هدى سعد الفنانه الغزاله الفنانه هدى سعد جامي واش نهضر عليها ولا نقول عليها شي حاجه بالعكس هذيك فنانه تتعجبني بزاف وما كاين ما يتقال فيها صوت وصوره وشخصيه وعقليه وثقافه وحضور وجمال ومراه ديال الدار بكل ما تحمل الكلمه من معنى يعني تقطع اللسان اللي غادي يهضر على هدى سعد. حنا ما كناش نهضروا عليها كنا معروف على من كنا تنهضروا ولكن هما بغاو تيبغيو دائما يديروا داك الاساليب ديالهم القذره باش يشعلوا العوافي بين بين بيني انا وبين الناس اخرين. سلطانه كانت هي الاولى في الضحايا ولا المراه الناجحه الاولى اللي اتاكاها الحساب ديال حمزه مون بيبي. جات مراها مريم سعيد جات مراها سعيده شرف اللي توصفت بنعوت اللي حتى مراه مغربيه ما تقبلها ومن طرف واحد محسوب على الجسم الاعلامي يعني تقصت في الوطنيه ديالها. تضامنتي مع سعيده شرف؟ وشكون اللي ما تضامنش مع سعيده شرف؟ وشكون قولي لي شي مغربي واحد ولا مغربيه وحده ما غاديش يتضامن مع هذيك الفنانه الجميله يعني المثال ديال المراه الصحراويه الرائعه بثقافتها بجمالها بحضورها بالصوت ديالها بالشخصيه ديالها اكيد نضامن معاها. اكيد يعني هذاك الالفاظ اللي تقالوا يعني في حقها بحضور هذيك الفنانه وبحضور هذاك الصحفي اللي اونتر بارونتيز عيب نقولوا عليه يعني عيب نقولوا عليه هذا نسميوه بهذا المهنه الشريفه فاش تنعتت بدك اقبح يعني تنعتت بدك الكلمات النابيه اللي قالوهم وحشومه داكشي يتقال عيب داكشي يتقال سورتو في يعني في على عبر مواقع التواصل وان لا الفنانه ولا هو ولا كلهم ناس في الوسط الفني وناس مشهورين وعندهم الملايين ديال المتابعين يعني اش وصلنا باش ننزلوا لهاد المستويات الحقيره وهاد الكلمات اللي تيمسوا بالمراه المغربيه وتيمسوا
يعني بكرامة المرأة المغربية، هذا تحد ما غادي تقبله، تحد ما غادي أي واحد أي شخص يعني عنده واحد الحب للمغرب والوطنية والمرأة المغربية ما غاديش يتقبل يسمع على المرأة المغربية أنها بقرة وأنها بقرة حلوب وأنها ما عرفت داك الألفاظ اللي تقالوا يعني داك شي حشومة 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 بزاف، يعني الدراري الصغار ما بقوش يتسبوا بهذاك المعيار. واش لأنها يعني تجبد موضوع الصحراء والقضية ديال الصحراء داكشي علاش الملف تحرك عند البوليس؟ اختي انا ما نقدرش نقول لك، ولكن الملف تحرك عند الفرقه الوطنيه، الملف محرك عند البوليس عامين هادي، ولكن من دخلات الفرقه الوطنيه من الملف كبر ولا داخلين فيه جمعيات حقوق الانسان، داخلين فيه محامون، داخلين فيه ناس كبار في البلاد، وخصوصا مي الفنانه سعيده شرف بداو تيهضروا على الوطنيه ديالها وبداو تيهضروا على قضايا سياسيه تما، كيفاش يعني الموضوع بدا تيكبر والموضوع يعني فات الحد ديالو ولات قضيه راي عام واصلين اللي حنا واصلين ليه دابا. بدا بمنافسه في مجال واحد وحساب واحد، دابا ولا عندنا حساب سارح العنزات، ولا عندنا صحفي سميتو تحفه من امريكا اللي حتى هو مجند باش انه يدافع. واش هذا الحجم ديال التضامن والدفاع زاد قوه سلطانه؟ يعني هو ملي بدا الحساب كانوا بزاف ديال الحسابات اللي كانوا ضد هذاك الحساب، ولكن مؤخرا من الموضوع كبر ولا الموضوع في يد يعني دخلوا فيه السلطات ودخلوا فيه ناس كبار، ولات بزاف ديال الحسابات تحلوا تدافعوا وتنددوا بداك الشيء، يعني ما بقاوش بغاو هاد الشيء اللي تيدير هاد الحساب، يعني كيف ما بغيتي تكوني واخا يكون قلبك من حجر ولا تكوني كاع كيف ما بغيتي تكوني ما غاديش تقبلي ان حساب بحال هكا يبقى تيشهر في بنات بلادك ويشوف بنات بلا اولاد بلادك ويؤدي لتشتيت عوائل لانتحار ناس يعني الناس فكروا في الانتحار، ناس فكروا في الانتحار بسبب هاد الحساب، ناس هاجروا البلاد بسبب هاد الحساب، ناس ما بقاوش بغاو يدخلوا للمغرب، ما بقاوش بغاو يافيستيو في المغرب بسبب هذا الحساب. تيقول لك علاش هذا الشيء كاين، علاش ما داروا والو، علاش ما تقبطوش مالي، علاش ما علاش هذا الشيء مستمر بسبب هذا الحساب. كاينين بزاف، انا بزاف المتابعين ديالي كانوا باغيين يدخلوا لمراكش يسكنوا خصوصا في مراكش، كانوا باغيين يديروا استثمارات، كانوا باغيين يديروا بزاف المشاريع. تيقول لك اختي حنا ملي شفناك هكا كنا باغيين نجيو نشريو في مراكش، باغيين نديروه، لكن حنا ما بقيناش، بغينا هذا الشيء طاري في البلاد، حنا ما عارفينش راسنا الا جينا نقدر حتى حنا نتحطوا حتى حنا يتكتب علينا حتى حنا نوصلوا لهذا، ما بقيناش بغينا، يعني ولا تيهدد الامن ديال البلاد هذا الحساب، تيهدد الامن والحريه الشخصيه ديال الفرد، يعني هذه حريه شخصيه. علاش انا غادي ملي نخرج نتصور، علاش انا ملي نخرج غادي تصوروني ملي نكون تنتقدم، ملي نكون في مدرسه ولادي، ملي نكون في يعني اماكن عموميه نبقى تصاوري محطوطين في هذاك الحساب، علاش انا اي حاجه درتها غادي ينوض هذاك الحساب يبقى تيصوب فيها وتيعلق عليها يعني هذه حريه شخصيه، وهذا الحساب هذا تينتهك وتيغتصب الحريه الشخصيه ديال اي واحد. تيقولوا رب درة نافعة. هذاك الشيء اللي وقع لك كله من طرف حمزة مون بيبي والمنافسة اللي كانت كثرت لك المتابعين سلطانة؟ ماشي كثرت لي المتابعين، دابا انا تنقول سبحان الله، بزاف ديال الناس والمحبين ديالي تيصيفطوا لي تيقول لي سبحان الله السلطانة، داك الشيء كاع اللي كانوا باغيين يديروا لك رجع عليهم، وداك الشيء كاع اللي كانوا باغيين يديروا لك انت يعني تيطرى لك دابا العكس ديالو. اش كانوا باغيين يديروا لنا؟ كانوا باغيين يمسحوا سلطانه، يحيدوا سلطانه، سلطانه ما تبانش، سلطانه ما يعرفها حد، سلطانه ما يبغيها حد، سلطانه يكرهوها الناس، هادشي كله رجع بل بل بالعكس. السلطانه ولات محبوبه، السلطانه ولات مشهوره، السلطانه ولا، ومع انني ما تنقلبش على الشهره، الشهره اللي تتقلب عليا، انا ما عمري ما كنت من الناس اللي يعني عندهم واحد الجوع ديال الشهره نهائيا. السلطانه ولات عندها واحد يعني واحد النظره من بزاف ديال المحبين ديالها الزوينه بزاف. السلطانه غادا مستمره في الازياء ديالها، في البيع والشراء ديالها، في المنتوجات ديالها يعني الجماليه الطبيعيه. شنو الجديد ديال السلطانه؟
الجديد ديال سلطانه ان شاء الله بوغ بيانتو غادي نعرض عليكم حتى نتوما مرحبا بكم الافتتاح ديال الشوغوم ديالي اللي غادي يكون واحد المفاجاه زوينه للمحبين ديالي والكليونت ديالي والناس اللي تيعجبهم ستيل ديال سلطانه والازياء ديال سلطانه بوغ بيانتو غادي تكونوا في الافتتاح ان شاء الله وغادي يكون هذا بحال واحد اون ميزون اللي غيكون فيها يعني جميع المنتوجات سلطانة جميع التصاميم سلطانة جميع ستايل ديال سلطانة في آخر كل لقاء كنديرو مع امرأة ناجحة تنقول التأنيث المتحرك احنا كنعرفو غير التأنيث الساكنة ولكن انتما ناجحات وحنا ناجحات لأن التأنيث متحركة ماشي ساكنة كيفاش كتحسي أنك انت متحركة وناجحة باش كل نهار انا تنحس براسي انني متحركه وانني ناجحه تنحس بهذا الشيء يعني بالكلمات ديال المتابعين ديال الناس اللي تيلقاوني في الزنقه ديال الميساجات اللي تيوصلوني ديال التحفيز من عند بزاف ديال الناس اللي معروفين في السوشيال ميديا ديال الاتصالات تيجيوني من عند ناس ما عمري ما توقعت انهم يعيطوا ليا تنلقى يعني التواصل ديالي معهم معيط ليا وتيشكروا والناس مرموقين وناس اصحاب يعني مكانات عليا في البلاد ماشي نيمبورط كي هذا باش نحس براسي انني فعلا متحركه هذا البريق الجمال منين جا السلطانه شكون كيما كي السلطانه الجمال حبيبتي ونقولها ونعود نقولها الجمال جمال الروح الجمال جمال القلب الجمال جمال هنا الداخل هنا ملي تيكون عندك زوين تينعكس على وجهك تيصدق لك كل شيء الله يجعلك ديري غير عكار ديري غير كحول راه تيجي فيك زوين يعني ما بقاتش في الميكاب وما بقاتش انا بعدا المكياج تنديرو لراسي ما عمرت نعطي لشي حد يدير ليا المكياج ما عرفتش ما انا ما تنبغيش داك الميكاب بزاف يعني عندي واحد ستيل في الميكاب ديالي ولكن مي تنقولوا الجمال تيبقى الجمال جمال الروح شحال ديال الناس عمليات ويعني ونفخ وشفط ولفط وبوتوكس وخوتوكس وفوتوكس وملا شتيهم غير تتشوفيهم قلبك تيهرب ما تقدري كاع تكملي فيهم الشوفه دائما الجمال هو هذا عاد تنعكس على الجمال الخارجي عاد تكمل لنا الصوره وتتبان الصوره مكتمله والكمال لله لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.